إله إلا الله محمد رسول الله. صلاة أوكلة من صلى البردين دخل الجنة ورسول كويل ففق الله وذا فقبوت كذا جنة وقلي حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ونبي قد حاجك حجية حاجك سكسوا بار فلي أبل قد كلام الله ونبي قد إلا الجنة إلا السيم ويعني من قرأ 10 آيات سورة الإخلاص حتى يختمها بنى الله له قصرا في الجنة طبان جرنك آخرية سورة الإخلاص كبه نبي قد يري قصر با إلهي جنة ونساء من صلى لله 2 ركعة تنتي 10 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة لبي تبرك على السنة قفك مال جيت كذا إلى هاي أغلب الجنة وقال لسا لبدا صبح كاه الرئيسة يا أفر ظهر كاه الرئيسة يا لبدا ظهر كدم بيسا يا لبدا مغرب كدم بيسا يا لبدا عشاء كدم بيسا ورسولك يلي لبي تبرك على ركع السنة قفك مال جيت كذا إلى هاي أغلب الجنة وقال لسا من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة نك مساجد إلهي درتي أودسي إسكن إلهي أغلب الجنة أغلسا أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة إلما أغونا نك سوقاتي إكا فالق هذه التربية دي تربية دي سوى نجينا أنا جي نك سجنة صدا سنسكن حيب رسولك من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة سبحان الله وبحمده قفك مريد هذا جيت مرا جنة الله قبرا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة قفك طريق أم ربو نبي قولين علم الدين صبرته طريق جنة إلهي أدب يا ريا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا بإلهي وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا كو حق يقول السود دالبا إلهي ليهي طريق يدي لنوص ومريبا نفرنا بإلهي إسلام نماذا إلهي بقوق داقي أذيك لكن مسلم قمنا نغطو أذيك دذلك أغا كحرانتا إسلام نماذا واحد يدي إلهي كسيي إلهي با دينة إسلام كادلي لبا والد ومسلمين أدحدو دانا كاسو ساري لكن مسلم قمنا توصنين نغطا دذلك أغا كحرانتا لذلك مجاهدة إلهي نغطل بمجاهدو جاهدوا فينا كو حق يغا أسو جهاد با إلهي كتاب الفوائد ابن قيم رحمه الله وحو كشاقي نبنك او كجهاد بدن يحي ايو اله ايو كهداية بدن يحي فرض عين واحد جهادك او فرض عين سنوحا وياه ونفته للجهاده شيطانك للجهاده الدويده للجهاده هوذا نفته للجهاده افرتاسي الا للجهاده وافرض عين على كل مسلم افرت الجهاد نيك الصعود عفي ايا الهي معرفة دي سرد دمنا ايا ايا عبادة دور دم ايسا ايا قرآن ايو قرآن قرآن دم ايا ايا مساجد فردقو نفضان دونتا الهي اسماء دي سواحة كمد الهادي هداية الهي باحيا لكن اسباب الهداية وامحي مساجد عمر انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أسباب الهداية وحاكمدة إن المساجد عمرتا وصلاة دعوكتا والزكاة بحساء وذلاهي ما ينعدك الآن تكبغن صفات قفك لقه لبا إلهي فعسى أن يكونوا من المهتدين مضيح قفك أسي إنه كم من غضب إلى هيركوها نوصل الهنونية أسباب الهداية ومساجدك عمر